ولهذا أسأل عن الربا يا فضيلة الشيخ، ما هو وما مراتبه إن كان له مراتب، وما هي عقوبته عند الله سبحانه وتعالى، أفيدونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت. وأما في الشرع فهو زيادة في أشياء مخصوصة منع الشارع من الزيادة فيها عند التبادل، أو تأخير القبض فيما يجب فيه القبض قبل التفرق. ولهذا يقول أهل العلم إن الربا نوعان: ربا قبل وربا نسيئة. فربا الفضل يعني ربا الزيادة، وربا النسيئة يعني ربا التأخير. ولكن يجب أن نعلم أولا أنه ليس كل ربا يكون من الربا المحرم، بل إنما الربا المحرم في أشياء مخصوصة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وقال: من زاد أو استزاد فقد أربى. فإذا بعت ذهبا بذهب فإنه لا بد من شرطين: الشرط الأول التساوي في الميزان لا في القيمة، القيمة لا تهم، بل لا بد أن يكون التساوي في الوزن. والثاني القبض قبل التفرق. مثال ذلك: شخص أجل حلي من الذهب بحلي آخر من الذهب، زينتهما سواء لكن قيمتهما تختلف، فهذا يشترط فيه القبض قبل التفرق، وأما اختلاف القيمة فلا يضر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فأما إذا اختلفت الأصناف، مثل أن يبيع ذهبا بفضة، فإن ربا الفضل هنا لا يثبت وتجوز الزيادة. فيجوز مثلا أن أبدل مثقالا من الذهب بخمسين مثقالا من الفضة، ولكن يشترط التقابض قبل التفرق، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذن إذا اتفق الجنس فلا بد من شرطين: التساوي في الميزان، والثاني القبض قبل التفرق. وإن اختلف الجنس فذهبا بفضة فلا بد من شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق. هذا بالنسبة للذهب والفضة. بالنسبة للطعام البر والشعير والتمر والملح، إذا باع شيئا بجنسه فلا بد فيه من التساوي بالكي لا بالوزن، ولا بد من التقابض قبل التفرق. فإذا باع صاع بر من نوع معين بصاع بر من نوع معين فلا بد من التقابض قبل التفرق، فإن تفرق قبل أن يتقابض فقد وقع في الربا، ربا النسيئة، وصار العقد باطلا. وكذلك لو باع صاعا بصاعين فإنه ربا ولو حصل القبض، لأنهما من جنس واحد. ولهذا لما جاء بلال بتمر جيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: من أين هذا؟ قال: يا رسول الله، كنت أشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليأكل طعاما جيدا، والطعام التمر من الطعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوه،
وهذه كلمة توجر لا تفعل، رده. ثم أرشده إلى أن يبيع التمر الرديء بالدراهم ويستلم الدراهم ويشتري بها تمرا جيدا. وهذا يدل على أن الجنس إذا بيع بجنسه لا يجوز فيه التفاضل ولو كان من أجل اختلاف الوصف بالجودة والرداءة، بل لا بد من التساوي. كذلك أيضا الشعير والتمر وغير ذلك مما يجري فيه الربا، إذا بيع الشيء بجنسه فلا بد من أمرين، هما التساوي في المكيال إن كان مكيلا، وفي الميزان إن كان موزونا، وإن بيع بغير جنسه فإنه لا بد من شرط واحد وهو القبض قبل التفرق، ولا يشترط التساوي لأن اشتراط التساوي متعذر. إلا أن السنة قد دلت على أنه إذا كان اختلاف الجنس لكون أحد الجنسين نقدا وثمنا فلا بأس بتأخير القبض، وذلك فيما ثبت به الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، أي يقدمون الثمن للثمار التي سيأخذونها بعد سنة أو سنتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى هذا فإذا كان أحد العوضين نقدا فإنه يجوز التفرق قبل القبض، وإن كان العوضان نقدا ولكن الجنس مختلف فلا بد من التقابض قبل التفرق. أما ما طلبه السائل من الوعيد أو من ذكر النصوص التي فيها الوعيد على الربا، فإنه وردت في الربا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على عظمه وفظاعته، ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. فنصيحتي للإخوان المسلمين أن يبتعدوا عن الربا كله، ربا الفضل وربا النسيئة، وأن يعلموا أن رزق الله عز وجل لا يستجلب بمعاصيه، وأن ما يملكونه بالربا فلا خير فيه ولا بركة. قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وفي قوله تعالى: فلا يربو عند الله، دليل على أن الأموال التي تكون من الربا لو تصدق بها الإنسان لم تقبل، لأنها لو قبلت لربت عند الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل أو يأخذ الصدقة من كسب طيب فيربيها لصاحبها كما يربي الإنسان فلوه حتى يكون ما يعادل التمرة مثل الجبل. نعم، بارك الله فيكم.